الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا، المبعوث الخاص لشؤون المناخ، نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة. أهلا بك سيدي الكريم. إذا ما هي أهمية الاجتماع الذي نظمته جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وما هو دوركم في الحد من آثار تغيير المناخ؟ طبعا اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة يعقد كل عامين لمناقشة أولويات السياسة البيئية وتطوير القانون البيئي بحسب المستجدات البيئية، ويناقش اجتماع هذا العام عدد من المواضيع المقترحة تحت مظلة الأمم المتحدة، والتي تتضمن أبعاد التلوث البلاستيكي، صون الطبيعة، والاعتماد على الحلول الطبيعية لحل المشاكل البيئية، منها كذلك إدارة الكيماويات والمخلفات، وبعض بعض المواضيع المتعلقة بسياسة وإدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اللي مملكة البحرين طبعا تستضيف المكتب الإقليمي لهذه المنظمة في البحرين. وإحنا بحكم أن إحنا نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، قمنا بدور بتوصيل وجهة نظر المنطقة من خلال اجتماع وزاري لآسيا والباسيفيك نظمناه لنرفع التوصيات بخصوص أهمية المنطقة ودورها والتحديات اللي تواجهها آسيا، التحديات البيئية. نعم. إذن ما هو موقع مملكة البحرين في خارطة الجهود البيئية للحد من آثار تغير المناخ؟ طبعا البحرين عضو فاعل في الأمم المتحدة وشريك في اتفاقيات كثيرها، من ضمنها الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، وحضور سيدي سمو العهد سمو رئيس مجلس الوزراء لكاب 26 وتعهد البحرين بصافي انبعاثات صفرية 2060، ما هو إلا مؤشر واضح لتوجهات البيئية والمناخية الطموحة للحكومة الموقعة. وفي هذا الإطار طبعا البحرين عندها هدف في 2035 لتخفيف كميات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% من خلال عدة مبادرات، منها طبعا إزالة الكربون وزيادة كفاءة الطاقة وزيادة قدرة البحرين على الطاقة المتجددة ومضاعفة الأشجار إن شاء الله في مملكة البحرين، ومضاعفة كميات الأشجار اللي هي القرم بكميات 4 مرات ل 2035. هذه كلها من الأهداف اللي تقوم فيها البحرين لتساعد العالم لتخفيف ظاهرة تغير المناخ. نعم سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا، المبعوث الخاص لشؤون المناخ، نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، شكرا جزيلا لك.